تطورات متسارعة في مجريات العمليات العسكرية في تعز، فقد استطاع الجيش الوطني أن يغير من الخارطة الميدانية فيها، ولعل المعركة الأبرز هي التي تدور شرق المدينة نظرا لصعوبتها كما تقول قيادات عسكرية في الجيش الوطني. الأخبار القادمة من الميدان تؤكد شن الجيش الوطني لهجمات على مواقع شرق المدينة كمعسكر قوات الأمن الخاصة ومواقع في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات. واستطاع الجيش أيضا أن يحرر مباني في محيط القصر الجمهوري وأخرى قريبة من محطة وسائل النقل العامة. وبحسب تصريحات أدلت بها قيادات عسكرية في اللواء 170 دفاع جوي، فإن الجيش يسعى لتحرير معسكر قوات الأمن الخاصة، الأمر الذي دفع بالميليشيا إلى قصف أحياء سكنية متفرقة كما حدث في حي السواني الذي استشهد فيه مدنيون جراء القصف المستمر. الجبهة الغربية هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة في محيط معسكر اللواء 35 ومنطقة حذران وجبلهان، وتمكن الجيش من إفشال محاولات متكررة للميليشيا التقدم باتجاه مواقعه. تقديرات المواجهات الأخيرة في تعز كشفت عن سقوط العشرات من مقاتلي الميليشيا بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية. وبهذا فإن خيارات المعركة ما تزال مفتوحة أمام الجيش الوطني الذي أكد عزمه على تحرير المدينة من قبضة الميليشيا.